اجتماع استثنائي للرئيس وحكومته، هل كان واضحا موقف السلطة من حلفائها ومن المتمردين؟ هل تستمر السعودية في بيع الوهم للشرعية؟ وما صحة الحديث عن صفقة يكافئ بها المتمردون؟ أهلا بكم. اجتماع استثنائي يعقده الرئيس هادي مع نائبه وحكومته. خلاصة الاجتماع تثمين جهود المملكة العربية السعودية لإنهاء ما أسمتها حالة التمرد الانفصالي وعودة الأمور إلى نصابها. لكن الأمور في عدن، تقول الوقائع على الأرض إنها لم تعد، رغم مضي 9 أيام على التمرد و4 أيام على انتهاء المهلة التي طلبتها الرياض لإنهائه. والسؤال هنا، لماذا تراخى موقف السلطة الحاكمة سواء بمواجهة حلفائها أو بمواجهة من أسماهم بيان اجتماعها اليوم بالمتمردين؟ ترى هل يطوي التحالف بطريقة أو بأخرى صفحة هذه الحكومة وهذا الرئيس لصالح المتمردين؟ بعد 9 أيام منذ الانقلاب الذي نفذته قوات تابعة للانتقال والحزام الأمني في عدن وسيطرته على القصر الرئاسي وكافة مؤسسات الدولة، أخيرا هادي يجتمع بنائبه ومسؤوليه. يقول هادي بحسب وكالة سبأ للأنباء إن حكومته مستمرة في متابعة تنفيذ الاتفاق مع السعودية بإنهاء التمرد الذي يقوده المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا في العاصمة المؤقتة عدن. كانت السعودية قد طلبت من الرئيس هادي مهلة 5 أيام لإنهاء انقلاب المجلس الانتقالي، غير أن سيطرة قوات الانتقال على مؤسسات الدولة ورفضها الانصياع لمطالب الرياض المعلنة دفع بالكثير للحديث عن نوايا المملكة وسط اتهامات باستمرارها في بيع الوهم والوقت للشرعية، وأن التحالف منذ 5 سنوات ماض في مهمة دعم التمرد الثاني على الشرعية. وفيما يبدو فإن الفعل الرسمي للشرعية وموقفها السياسي والسيادي المتأخر من حلفائها ومن الانقلابيين لا يزال مشلولا وغائبا عما يحدث في البلد. كانت المؤسستان الرئاسية والحكومية للشرعية قد لاقتا انتقادات حادة برلمانية وشعبية وسياسية جراء صمتها أمام ما يشهده البلد من كوارث وأحداث كبيرة دون أن تحرك ساكنا. التساؤلات عن إحجام الشرعية عن إصدار أي موقف رسمي يسمي الأشياء بمسمياتها لا تزال حاضرة، وهو ما عزاه كثيرون إلى الرخاوة التي تعانيها الشرعية سواء من حلفائها أو من الانقلابيين أنفسهم. يتراخى موقف الشرعية وتتسع دائرة الأخطار المحدقة بدولة اليمنيين، تاركة مصير اليمنيين لتحمل عبء الانقلابات. يتعاظم تأثير تعطيل المؤسسات الخدمية على الناس جراء الانقلاب مثل الجوازات وغيرها، ويذهب جزء آخر من مصالح اليمنيين بفقدان سيطرة الشرعية على عدن التي كانت آخر منفذ لليمنيين. وبالرغم من تعطيل أدوات الدولة ترتفع أصوات الانتقال مطالبة بتفعيل المؤسسات الخدمية والوزارات بعد طرد وزرائها وملاحقة موظفي جهاز الدولة في محاولة لتنصل الانتقال من مسؤوليته ومن غياب الخدمات أمام المواطنين عقب طرد الحكومة. وسط هذه التعقيدات تم تسريب أخبار عن صفقة سيتم إبرامها بين الأطراف المحلية برعاية دولية، من خلالها سيتمكن الانتقاليون الجدد من المشاركة في الحكومة القادمة وإزاحة هادي عن السلطة. هذه الأخبار غير المؤكدة حتى الآن قد تحمل بعض الملامح لمستقبل اليمن الغامض. مجددا ترحيب بكم مشاهدينا الكرام الى هذه الحلقه من المساء اليمني، كما ارحب بمن ينضم لي هنا في الاستوديو المحلل السياسي الاستاذ ياسين التميمي. اهلا بك استاذ ياسين. اسعد الله مساءك اخي وجيه ومساء مشاهدي قناه بلقيس. حياكم الله استاذ ياسين. اذا ما الجديد الذي خرج به اجتماع الرئيس هادي اليوم مع نائبه ورئيس الحكومه ورئيس البرلمان وعدد من القيادات ايضا برايك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا الاجتماع الذي أنا أنظر إليه على أنه اجتماع مصغر لقيادة الدولة جاء متأخرا جدا وجاء مثقل بالإملاءات. يعني عندما حدث الانقلاب في عدن كان على هؤلاء أن يجتمعوا، هذا الاجتماع المصغر في الرياض كان عليه أن يعقد
لمواجهة هذا الانقلاب واتخاذ التدابير ووضع المجتمع الدولي والإقليمي أمام مسؤولياته، وبالتالي استنفار قوى الدولة كلها في مواجهة خطر ماحق كالذي رأيناه في عدن، لأن هذا الانقلاب استحقاق فرض بواسطة قوى إقليمية بهدف تغيير مسار الأحداث في اليمن لغير صالح الدولة اليمنية ولغير صالح الشعب اليمني، ولإدخال اليمنيين جميعا في مأزق حقيقي وترحيل مشاكل الشعب اليمني إلى دورات عنف قادمة يستفيد منها أو يتوهم جيراننا الإقليميون أن بإمكانهم أن يأمنوا قليلا إذا بقي اليمن منشغلا بحروبه الداخلية وبتشظياته وبصراعاته وانقساماته. هذا الاجتماع جاء كما قلت لك مثقلا بالإملاءات التي سبقت انعقاده، ومنها مطالب المملكة العربية السعودية التي تتحكم بخيوط اللعبة من هذه السلطة الشرعية أن تذهب إلى حوار مع الانقلابيين في عدن، وحرصت السعودية عبر بيان وزارة الخارجية على تصنيف السلطة الشرعية على أنها طرف من أطراف الصراع، وكأن يعني هذا الانقلاب بدأ يترك أثاره السياسية على أرض الواقع وعلى على مستوى تصرف القوى الإقليمية المؤثرة على الساحة اليمنية. أعجبني في البيان الصادر عن هذا الاجتماع أنه لم يشر إلى الإمارات واكتفى بذكر التحالف وقائدة هذا التحالف المملكة العربية السعودية، كما لم يشر إلى دعوات المملكة العربية السعودية إلى الحوار، وبالتالي لم يلزم هذا الاجتماع نفسه بقبول هذا الحوار أو رفضه. لكن أنا لا زلت كمراقب متخوف من يعني من الإشارات الغامضة إلى ما يسمى بالاتفاق الذي عقد مع الجانب السعودي، وهذا الاتفاق لا شك أنه سيشمل فيما يشمل القبول بفكرة الحوار. الكارثة الحقيقية أن تذهب السلطة الشرعية إلى حوار مع طرف انفصالي مجرم ارتكب جريمة سياسية وخيانة عظمى بحق الدولة اليمنية، ومن ثم هذا الحوار في تقديري سوف يضفي على انقلاب كهذا مشروعية سياسية، أو سيحاول التوصل إلى إطار، أو سيحاول ترسيخ مرجعية سياسية، خصوصا وأن بيان المجلس الانتقالي أشار إلى أنه بالإمكان تأسيس مسار منفصل عن الأزمة اليمنية برمتها. يعني نحن رأينا اتفاق الحديدة باعتباره مسارا في سياق الأزمة اليمنية والحرب، لكن يراد يبدو لانقلاب عدن أن يكون سياق تفاوضي منفصل عن الأزمة والحرب في اليمن بشكل كامل، وبالتالي سنكون أمام ما تبقى من شرعية ضعيفة لا تسيطر على الأرض تخوض حوار غير متكافئ مع قوة تسيطر على الأرض، وهذا يعني أنه مزيد من تفتيت الشرعية واستنزافها سياسيا ومعنويا، بحيث تقدم كل هذه التنازلات ومن ثم نصبح أمام يمن ممزق وأمام قوى متصارعة وقوى أمر واقع هي الحوثيون في الشمال والانقلابيون الانفصاليون في الجنوب، وقوى في الوسط لديها قوى عسكرية ولكن مستهدفة وهي تنتظر الآن أو يواجهها أو تنتظرها مؤامرات لا حصر لها من جانب الإمارات والمملكة العربية السعودية. لفت نظري في اجتماع قيادة الدولة في الرياض أنه أقر تشكيل خلية أزمة، وهذا تقزيم لطبيعة المشكلة والتحدي الذي تواجهه السلطة الشرعية، لأنك لا يمكن أن تشكل خلية أزمة في مواجهة انقلاب يجرف نفوذ السلطة الشرعية ويهدد وجودها بالمطلق. خلية أزمة يتم يعني تشكيلها إزاء حدث وطني يعني يقف في مواجهة الدولة بكامل مؤسساتها بحضورها بإمكانيتها المتواجدة. هذه الدولة تستطيع أن تتعاطى مع هذا الحدث، تتلافى تداعياته، احتوائه من خلال خلية أزمة، أو أن خلية الأزمة هذه يتم تشكيلها عادة بإزاء الكوارث والحروب إلى آخره لمتابعة أحداث تخلفها هذا الكوارث وتكون متعددة الأبعاد اقتصادية سياسية اجتماعية إلى آخره إلى آخره بيئية تقتضي تشكيل خلية أزمة. ما كنا ننتظره من اجتماع الدولة الرفيع المستوى هذا هو أن 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 يستنفر المجتمع اليمني ومؤسسة الدولة ثم يدعو إلى مواجهة هذا الانقلاب بالقوة العسكرية ولديه الإمكانيات العامة
عمل ذلك. لديه قوى عسكرية يستطيع أن يحركها من بقية المحافظة، ثم يتجه إلى عدن وينهي هذا الانقلاب، ثم يضع التحالف الذي يدعي أنه يدافع عن الشرعية أمام مسؤولياته ويفضحه بشكل كامل. نحن نعرف أن التحالف، نعم، التحالف أصلا مفضوح بشقيه الإماراتي والسعودي، وهو الذي مكن الانقلابيين الانفصاليين من إنجاز هذا الانقلاب، وهو الذي عمل كل ما بوسعه لإنجاز هذا الانقلاب في سياق مخطط أصلا يسعى إلى تفتيت اليمن لا لحماية السلطة الشرعية، وكلنا نعلم ذلك. طيب، يعني في سياق يعني خلال الأيام الماضية أو خلال يومين الماضيين ظهرت أنباء أو تسريبات لمصادر حكومية على أن الرئيس هادي كان غاضبا إثر التمرد الذي حصل في عدن، كان هناك نية إلى أن يطلب من التحالف إلغاء مشاركة الإمارات في هذا التحالف، وكذا رفع شكوى رسمية بها إلى مجلس الأمن، لكن السعودية هي من أوقفت يعني أو خففت أو احتوت الموقف كما يقال. كيف تنظر إلى هذه الأخبار، وهل ترى أنها صحيحة بعد هذا البيان أو هذا البيان الذي خرج به الاجتماع؟ طبعا قد يكون الرئيس غضب او لم يغضب، خصوصا وان هذا الانقلاب يتعاطى يعني يهدد وجوده ليس فقط كرئيس للدوله اليمنية وانما كجنوبي. الانقلاب هذا وجه ضربه قاسيه للرئيس هادي ولانصاره في ابيان ومحافظه شبوه، وهذه اهانه تضاف الى الاهانات السابقه التي تلقاها الرئيس هادي، وحينها لم يغضب الرئيس هادي من الانقلاب الأول، بل رعى هذا الانقلاب ودعمه وشجعه إلى أن وصل إلى بيته في صنعاء. لا أدري هل الرئيس هادي غضب أم لم يغضب، قد يكون غضب، لكن يعني محاولة هذا النوع من التسريبات صرف الأنظار عن المملكة العربية السعودية ودورها وحصر الأمر بالإمارات، هذا نوع من تتويه المتابع اليمني والمواطن اليمني عن الأخطار التي تحدق بدولته وبمستقبلها وبأمنه وباستقراره. لكن هذا الأمر يعني هذه التسريبات من مصادر حكومية، نعم، كانت، نعم، سواء لرويترز المملكة العربية السعودية هي قائدة التحالف، وما كان يجب أن تسمح أصلا بوقوع هذا الانقلاب، وما كان عليها أن تسمح للإمارات بأن تسلح الانقلابيين وتقوم بهذا الانقلاب، وما من غير المعقول يعني، وهي تمتلك القوى العسكرية ذاتها في عدن، يعني هذه مسألة أخرى، وما كان عليها أن تلحق هذا الانقلاب بذلك البيان المستفز الصادر عن وزارة الخارجية والذي سمى السلطة الشرعية والانقلابيين الطرفين متصارعين متساويين من حيث القوى الميدانية والقانونية. هذا يعني هي المسألة فيما يتعلق بالسعودية هنا الحديث، أن من غير الطبيعي أيضا للرئيس هادي أن يعني ينظر للأمور وكأن الإمارات والسعودية ذات الفاعل أو هما بذات كفة الميزان، يعني من غير الطبيعي ليس كذلك. يعني هو في نهاية المطاف الأخبار القديمة تتحدث عن مواقف مضادة للإمارات من قبل الرئيس هادي أو مواقف صلبة ضدهم، وكذا الآن يعني كل البيانات التي تصدر عن الرئاسة تخلو من الإثناء على الإمارات أو دورها أو الإشارة لدورها الإيجابي في التعم. هذا السلطة الشرعية تخضع أو تتعرض لنوع من الخداع الاستراتيجي من جانب السعودية. هناك توزيع أدوار، الإمارات ارتضت على نفسها أن تتدخل بشكل وقح جدا وأن تعلن صراحة عبر ذراعها الناعمة بأنها مع هذا الانقلاب. السعودية تتحفظ وتقول لا، نحن ضد هذا الانقلاب، لكنها على المستوى الميداني هيئت كل شيء لإنجاح هذا الانقلاب. الرئيس عبد الرب منصور هادي عندما يغضب فعليه ألا يوفر أي طرف، يعني ليس عليه أن يجامل المملكة العربية السعودية. طالما وقد غضب فعليه أن يسمي الأشياء بأسمائها، وعليه أن يقول بأن ما حدث يهدد تدخل التحالف ومشروعيته على الساحة اليمنية، وسوف نعيد الأمر إلى الشعب اليمني ليقرر ما إذا كان سيقبل بوجود هذا التحالف أم لا. ولا أحد أعتقد يمكن أن يردعه أو يحاسبه على قول كهذا، خصوصا وأن التحالف متورط في انقلاب حقيقي على السلطة الشرعية يذهب هذا الانقلاب باتجاه إحداث المزيد من التشققات والتقسيمات في الجغرافية اليمنية، لا تقتصر على شمال جنوب وإنما على شمال وجنوب وشرق الجنوب وغيره، ثم تصل السعودية إلى هدفها النهائي بالاستيلاء على محافظة المهرة، وتصل الإمارات إلى هدفها النهائي من ثم بالحصول على محافظة أرخبيل سقطرى. نعم، هذه الدول تتعاطى يعني مع الشعب اليمني باستهزاء باستعلاء باستهتار، مستغلة حالة الضعف الشديد التي تعاني منها الدولة اليمنية، وهذا الخداع الذي يتواصل لسلطتها الشرعية، وتستغل أيضا خوار هذه القيادة الشرعية التي
لا ترقى إلى حجم المسؤولية التاريخية التي تنهض بها في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ البلاد. طيب دعنا نشك معنا في هذه النقطة الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء مسرور الأحمر الذي ينضم لنا عبر الهاتف من الرياض، هو خبير عسكري واستراتيجي سعودي. يرحب بك سيادة اللواء. إذن تمرد كما أسماه بيان اجتماع الحكومة مع الرئيس هادي اليوم في عدن على مرأى ومسمع السعودية، هل باتت السعودية، وهذا سؤال الشارع اليمني الآن، ترعى تقسيم اليمن سيادة اللواء؟ أولا مساء الخير لك ولضيوفك الكرام، وكل عام وأنت بخير. أهلا وسهلا. السعودية طبعا بعيدة كل هذا البعد عن هذا الهدف اللي يذكر، والتحالف العربي له أهداف واضحة ومعلنة للجميع، وهو إعادة الشرعية إلى صنعاء وتسليمها اليمن، اليمن موحد كما هو. السعودية جمعت التحالف العربي لمحاولة قطع اليد الإيرانية ومحاولة العبث في اليمن، الدولة تقع في جنوبها واليمن العربي الشقيق. لا أتوقع أنه مثل هذا الكلام يعني صحيح أو قريب من الصحة، لأنه المملكة العربية السعودية حركت قواتها المسلحة، جمعت التحالف العربي، هي تحاول أن تعيد الشرعية إلى اليمن، ليس لها مصلحة أن يتم تقسيم اليمن. وعملية التقسيم عملية خطيرة سواء على اليمن أو على أمن الوطن للمملكة العربية السعودية أو على أمن الإقليم العربي، وهي لن تقبل به، إنما هي تتعامل بهدوء مع الأحداث، تحاول أن تجمع الأطراف سواء في الرياض أو في جدة لمحاولة الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، بما يحشد الجهود ويوحد القوة والقيادة والجهد العسكري والمدني في مواجهة الميليشيات الحوثية فقط لا غير. طيب يعني حتى نفهم الأمر أو حتى نفهم المسألة، ما هو موقف السعودية من كما سماها بيان التحالف اليوم قوات العسكرية للمجلس الانتقالي؟ نعم، ما هو الموقف المملكة السعودية؟ شوف بيان التحالف اللي تم إعلانه واضح، وأتوقع السعودية أن ترغب في أن يتم حل الخلاف ما بين الإخوان اليمنيين بشكل ودي وبما لا يضيع مجهود الحكومة الشرعية ولا يضيع مجهود الآخرين. المجلس الانتقالي هو يعلن مع التحالف، ولكن لم نكن راضين عن عملية إعلان انفصال أو عملية يعني خروج عن أهداف التحالف، ولكن الأمور تحل بهدوء وبمناقشة مع الحكومة ومع المعنيين في هذا الأمر للوصول إلى حل يرضي الجميع، بما يحفظ الجهود ويوحدها في مواجهة الميليشيات الحوثية والمد الإيراني في اليمن. بعد إن شاء الله تحقيق الأهداف المرجوة من التحالف لكل حادث حديث. تفضل بالبقاء معنا سيادة اللواء. أستاذ ياسين، إذن دعوة للحوار، هذا ما تريده السعودية الآن بين الأطراف اليمنية. أنا أعتقد أن السعودية تخطط للاستفراد بشرعية ضعيفة موجودة بحكم الإقامة الجبرية في الرياض، ولا تمتلك خيارات كثيرة، والسعودية جادة في المضي قدما في إيجاد مسار تفاوضي منفصل يؤدي في نهاية المطاف إلى تثبيت مكسب الانفصال. هذا الأمر لا جدال حوله، يحاول طبعا أمثال السيد مستور وآخرون أن يجملوا وجه المملكة العربية السعودية إزاء خطأ كبير لا يستطيع أي إنسان عاقل لا في المملكة ولا خارج المملكة أن يبرره، وهو أنك أتيت لدعم السلطة الشرعية ومن ثم تنظم انقلابا آخر ثانيا. ثم إن الحديث عن الذراع الإيرانية وقطع الذراع الإيرانية، الكل يتذكر أن التحالف العربي تدخل بعد أن أوصل بنفسه الذراع الإيرانية إلى صنعاء ومكنها من إمكانية الدولة، وظل ينظر إليها وهي تتحرك بتعاون كامل منه باتجاه المحافظات اليمنية، إلى أن قرر فيما بعد التدخل العسكري بعد أن أعلنت طهران أنها سيطرت على عاصمة عربية رابعة. يعني إيران ليست هي التي أوصلت الحوثيين إلى صنعاء، إيران بنت منظمة
طائفية ميليشياوية في اليمن، لكن الذي استخدم هذه المنظمة الطائفية الميليشياوية وأطلقها على الكتلة السنية الكبيرة هي زعيمة السنة في العالم العربي وهي المملكة العربية السعودية والإمارات. واليوم باسم المواجهة المد الفارسي الإيراني يمزقون اليمن ويوجهون إهانات للمواطن اليمني ويشتتون شمله ويوجهون له إهانات في كل المطارات ويضيقون عليه الخناق. واليوم يريدون من سلطة شرعية ضعيفة أن تذهب إلى جدة لمواجهة طرف انقلابي يحاول الحصول على مكتسبات سياسية. اليوم هناك تسريبات عبر وكالة رويترز تتحدث عن تصورات حول تشكيل حكومة ونقل صلاحية الرئيس، وهذا الأمر لا يأتي عبر انقلاب، هذا الأمر يأتي عبر حوار وطني بمشاركة القوى السياسية. إلى الآن الحكومة لم تسمي ما حدث انقلابا، سمته تمردا بحسب بيانها. لا تستطيع أن تسميه انقلابا وغير مسموح لها أن تسميه انقلابا، لأن المخرج في الرياض يريد هذا الكلام، ولهذا دفعها إلى الإعلان إلى تقزيم ما جرى في عدن وتشكيل خلية أزمة، بينما الذي جرى في عدن هو انقلاب كامل الأركان. اليوم السلطة الشرعية عطلت عمل المرافق في عدن، بينما استمر الانتقالي في إدارة المرافق والموارد ووضع يده على البنك المركزي تماما كما فعل الحوثيون وحصل على موارد إضافية، واليوم هو من يتحكم ويعني وينفرد بسلطة القرار. طيب، في عدن. وما يريده التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية هو أن ضمن فترة مؤقتة يجبر السلطة الشرعية على أن تعمل كسكرتارية مع المجلس الانتقالي في عدن، بمعنى تشغل أجهزة الدولة وتصرف ما بقي من الوديعة السعودية إلى أن يحين الوقت للانقباض الكامل على الجزء الكبير من المناطق التي تسميها محررة لتصبح دولة مختلفة تماما، ويغرق اليمن الشمالي في صراعات مع قوى تتعمد أو يتعمد التحالف تقويتها عسكريا، وهي قوى من بقايا صالح الذي واجه السعودية في الحد الجنوبي ودفع بخيرة كوادره من الحرس الجمهوري لإلحاق الأذى بالحد الجنوبي. طيب، السعودي وقتل الجنود السعوديين. حتى لا نخرج كثيرا عن اليوم أبناء صالح هم الذين يتسلحون بأحدث الأسلحة ويذهبون باتجاه تعز، والهدف هو كما طيب كما هو حتى في حتى عدن لا نخرج القضاء عن على عن الإصلاح عن على حد زعمه عن ما حدث يعني في عدن. أعود إليك سيادة اللواء، سمعت ما تفضل به الأستاذ ياسين، كيف ترى مسألة أنه في نهاية المطاف الحكومة اليمنية مجبرة على اتخاذ خيارات، ويعني ليس للغريق إلا أن حتى يتمسك بقشة؟ يا عزيزي، أتمنى أن يعني إن شاء الله أن اليمن تبقى موحدة كما هي. ضيفك الكريم يقول أنه الحكومة يعني في إقامتها الإجبارية أو ما شابه ذلك، إحنا رأينا الرئيس تهدي يذهب إلى الولايات المتحدة، رأينا الرئيس تهدي يذهب في زيارات خارجية ويعود إلى مقر إقامته. المملكة العربية السعودية لا تمارس مثل هذا الأساليب. المملكة العربية السعودية عندما دعت إلى التحالف العربي وعندما دعت إلى الدفاع عن اليمن ليس لها من النوايا التي كثير أو بعض المحللين يجنحون لها بأنها تنحى إلى تقسيم اليمن وما إلى ذلك. فاليمن دولة جارة وشقيقة، والمملكة العربية السعودية حريصة على أن يبقى اليمن موحد. ما لم يتم اتفاق الفرقاء بعد انتهاء الحرب إلى أمور هم يرغبون فيها، فالمملكة العربية السعودية لن تمانع فيما يتفق عليه الشعب اليمني. بالنسبة لما حصل في عدن، إحنا دائما مواقف المملكة العربية السعودية ليست سريعة الرد أو الاستفزازية، إنما هي تحاول أن يعني تعالج الإشكال بهدوء وبحكمة. فهناك اجتماع ما بين الحكومة الشرعية وما بين دولة الإمارات العربية المتحدة وما بين الحكومة الشرعية لمحاولة حل هذا الإشكال، وتم إرسال لجان وانسحبوا المجلس الانتقالي من بعض الأماكن التي سيطروا عليها، والحلول إن شاء الله الإيجابية قادمة. ويجب أن ننظر بهذا النظرة السيئة أو بهذا يعني الرؤية القاتمة والسوداء للوضع. المملكة العربية السعودية لن ترضى أن يتشظى اليمن أو أن يحدث فيه ما يحدث أو ما يتكلم به كثير من الأقوام مثل ضيفك الكريم. من أهم أهداف التحالف هو أن يبقى اليمن موحد وأن تعود الحكومة الشرعية للعاصمة صنعاء.
عندما يقول الاخ انه المملكه السعوديه، المملكه السعوديه تدخلت بعد ان استدعتها الحكومه الشرعيه وبعد ما ايد ذلك المجتمع العربي، والا لكانت ما تدخلت، ولكنه لن تسمح لايران بان تكون حزب الله وبان تكون في جنوب المملكه السعوديه. فيها تهديد للامن الوطني للمملكه، وتهديد للاقليم العربي، وتهديد لمضيق باب المندب، وتهديد لكل هذه الاماكن الاستراتيجيه. اليمن ان شاء الله سيبقى موحد، واليمن ان شاء الله سيخرج من ازمته برغم بعض النظره السوداويه التي يطلقها كثير من الاخوان، ولكن لنثق ان شاء الله في قياده المملكه وانها ستحل هذه المشكله. والحكومه اليمنيه في الرياض تتصرف بكامل ارادتها وبكامل يعني صلاحياتها، وليس ليحقق. طيب سيادة اللواء، يعني الآن لو حدث يعني السيناريو التالي، التخيل التالي، أن هناك تمرد بقيادة لميليشيات عسكرية في المملكة العربية السعودية، وكانت دعوة الدول المجاورة للمملكة العربية السعودية أن يكون هناك حوار ما بين الحكومة السعودية وقيادة هذا التمرد، ما هو الموقف من مثل هكذا أمر؟ يا عزيزي، تختلف الظروف وتختلف الأماكن. الآن إحنا نرى اليمن بلد فيها حرب، واسمح لي أنا من وجهة نظري أنه عندما طال أمد الحرب دخلنا في متاهات تشكل الميليشيات والأحزاب وتشكل الجماعات المسلحة، وسبق وأن بديت وجهة نظري بأنه أحيانا ربما حتى تتكون داعش وتتكون القاعدة، خاصة وأن طبيعة اليمن الأرض الجبلية التي تشابه أفغانستان تشابه هذه المناطق هي بيئة آمنة لتشكل من هذه المجموعات. ولكن عملية التفاوض أو التفاهم، المملكة العربية السعودية مارست ضغوط على الجميع لمحاولة الوصول إلى حل يحقن الدماء، وربما يصلون إلى حل أفضل من استخدام القوة المسلحة. فالجهد كله يوجه الآن لتحرير صنعاء العاصمة وما حولها، ولكن لننتظر ونرى ما تكفر عن هذه الجهود وهذه المحادثات، وربما تحل الأزمة بأقل الطرق تكلفة، بدلا من ازدياد سفك الدماء والحرب والقتال في اليمن. فالمواطن اليمني لا ينقصه من الحرب شيء، فهو في حرب وفي أزمة اقتصادية وفي أزمة سياسية ومعنوية وجميع الأزمات، ولكن نتمنى إن شاء الله أن يتم حل هذا الأمور بالطرق الحكيمة وبالسياسة وبالمفاوضات الدبلوماسية والعودة إلى ما كانت عليها الأمور، وتوحيد الجهود الأخوة اليمنيين جميعهم. فتأكد أنه كل مواطن سعودي بعد الحكومة السعودية يتمنون الخير للشعب اليمني بكامله بدون استثناء. شكرا لك سيادة اللواء مسرور الأحمري، خبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. بالعودة إليك أستاذ ياسين، الآن في عدن أنت تحدثت على مسألة التسريبات حول الحكومة، يعني تسريبات موضوع تشكيل الحكومة، مسألة يعني تسليم صلاحيات الرئيس هادي إلى نائب جديد. ما هو يعني المتوقع خلال الأيام القادمة من هذه الناحية؟ طبعا أولوية الذين أشرفوا على الانقلاب ومولوه في عدن هو إضفاء البعد السياسي وإضفاء نوع من المشروعية لهذا الانقلاب، وتكريس المجلس الانتقالي طرف أساسي في مسار تفاوضي منفصل عن الأزمة والحرب في اليمن. هذا يحيد تماما ما تسمى المناطق المحررة الآن في المحافظات الجنوبية، ويقيد نشاط السلطة الشرعية، ولن تكون يعني ولن تكون عامل مساعد في استكمال استحقاق التحرير. ستصبح أرض يعني ليست تحت نفوذ السلطة الشرعية، أرض يهيمن عليها طرف انفصالي جهوي غير معني بمسألة إعادة الشرعية، وغير معني بهزيمة الحوثيين. لديه قوة عسكرية ممولة من التحالف، هذه القوة العسكرية والأمنية يعني ستسخر جهودها لتحقيق أجندة هذا التحالف، قمع النزعات الوطنية داخل هذه المحافظات، إذلال هذه المحافظات، حتى يتمكن التحالف من استكمال أهدافه في تفكيك اليمن وتقسيمها.
طبعا رأينا ملامح المرحلة القادمة من خلال التحركات العسكرية المشبوهة التي شهدتها محافظة تعز، حيث تسلل مجموعة من العسكريين التابعين لما يسمى بحراس الجمهورية ومدعومين طبعا وبالشراكة مع كتائب أبو العباس الإرهابية وبعض منتسبي اللواء 35، وهذه المجموعة تحديدا تعمل في إطار الإمارات. والإمارات أعلنت عبر وسائل الإعلام أنه لا مكان للإخوان المسلمين، مفترضة أن المقاومة الوطنية والجيش الوطني في محافظة تعز عبارة عن تجمع للإخوان المسلمين أو ميليشيا للإخوان المسلمين، وهذه طبعا وهذا الشعار دائما يرفع، ورفع أولا لتسويغ دخول الحوثيين إلى صنعاء وإسقاط الدولة، رفع أثناء تحرك الحوثيين باتجاه محافظة البيضاء وبقية المحافظات باعتبارها مهمة لتطهير هذه المناطق من داعش والقاعدة والأخوان المسلمين إلى آخره، رفع هذا الشعار في عدن عندما تحركت مجاميع المجلس الانتقالي وهو مجاميع مناطقية تنتمي إلى الضالع ويافع وردفان في مقابل بقية المحافظات الجنوبية، وأقصد بها شبوة وأبين وحضرموت والمهرة، يعني طردوا وزراء الحكومة معظمهم جنوبيين، بل كلهم جنوبيين، قتلوا عسكريين جنوبيين، ألحقوا الهزيمة بوحدات عسكرية جنوبية، والشعار المعلن هو تطهير المحافظة الجنوبية من الإصلاح ومن الأخوان المسلمين. كذلك يتجهون اليوم إلى تعز لتطهير تعز من الأخوان المسلمين لكي يصادروا المكاسب الوطنية التي تحققت في محافظة تعز بدماء الشهداء الأبطال الوطنيين الذين ينتمون بحق إلى الجمهورية اليمنية، وبالتالي ينصبون سجونا لمعاقبة ومحاسبة وإهانة وإذلال كل من شارك في يعني إسقاط نظام علي عبد الله صالح ومواجهة الحوثيين تماما كما فعلوا مع المقاومة التي قاتلت بشرف وشجاعة ضد الحوثيين في محافظة عدن، أخرجوها واستهدفوا قادتها وقتلوهم وشردهم، ثم أتوا بعيدروس الزبيدي وشلال شايع وجواس ونصبوهم قادة مقاومة في مواجهة الحوثيين، وكلهم لم يقاتلوا الحوثيين، وهذه مسألة ثابتة وغير قابلة للجدل. الذي قاتل إما حراكيون متحمسون لقضية الانفصال، وهؤلاء طبعا متحررين من الأجندات ومن الارتباطات لا بإيران ولا بالحوثيين، قاتلوا بشرف باعتبارهم مناضلين وطنيين، لكن الكتلة الصلبة التي قاتلت في عدن هي تنتمي لهؤلاء الرجال من أبطال المقاومة، بعضهم ينتمي للإصلاح، بعضهم ينتمي للحركة السلفية السياسية المعتدلة، بعضهم مستقلين، وكانوا خليط من الوطنيين الشجعان الذين فعلا قاتلوا بشرف مواجهة الحوثيين. في المستقبل ستطرح ما كانت ترفضه السعودية قبل تولي محمد بن سلمان السلطة كولي للعهد، ستقبل به السعودية اليوم، وهي تهيئ الآن الظروف للقبول به، وهو استنفاذ أو يعني هادي وشرعيته في تمكين الانقلابيين الجنوبيين وتمكين انقلابيين داخل الانقلابيين الذين تعدهم الإمارات في المحافظة الشمالية بذريعة مواجهة الحوثيين، لكن في نهاية المطاف هم ستكون مهمتهم الأساسية الانقلاب على القوى الوطنية وعلى الجيش الوطني في محافظة تعز وفي مأرب وفي غيرها من المحافظات، ومن ثم الذهاب إلى فكرة تحييد هذه نهائيا وإخراجه من المعادلة وتشكيل حكومة مسيطر عليهم من قبل هذا التحالف وبالتنسيق مع الغرب، وهذه الحكومة تسوغ لتقسيم البلاد ويعني دخول اليمن مرحلة شديدة الصعوبة سيواجه فيها وستواجه فيها الغالبية العظمى من الوطنيين اليمنيين، مرحلة صعبة حقيقية. لكن أنا أتصور أن هذا التحرك الآن لم يعد ممكنا، لأنه تحت المجهر، ولأن الجميع اليوم يدركون أن ما تقوم به السعودية والإمارات هو تقسيم اليمن، وبالتالي لن يسكتوا. وأنا أتوقع يعني هناك في نهاية المطاف أتوقع حكومة، أنا أتوقع أن يكون هناك مردود عكسي، وهو أن يتكتل اليمنيون في مواجهة هذا المخطط الخطير جدا والخبيث جدا ويفشلوا. طيب دعنا نشك معنا في الحوار أستاذ ياسين. السيدة ميساء شجاع الدين الكاتبة والباحثة السياسية التي تنضم لنا عبر الهاتف من المنامة، أرحب بك سيدة ميساء. إذن عدن بيد المتمردين من قبل حوالي 10 أيام، لكن اليوم الرئيس هادي يعقد أول اجتماع منذ هذا التمرد كما أسماه اجتماع اليوم في ظل هذا المعطى، بالإضافة إلى موقف السعودية وموقف التحالف بشكل عام، إلى أين ترين أن الأمور ستذهب؟
ضد تخالف الامارات معروف موقفها لتدعم المجلس الانتقالي وتدعم تقسيم اليمن، وهذا امر صار معلن يعني لم يعد هناك نقاش حوله. السعودية اللي موقفها ملتبس، هناك من يتحدث عن تنسيق بينها وبين الامارات، لا شيء يؤكد هذا التنسيق سوى انها كانت لم تتحرك للرد، وهذا عدم التحرك للرد ممكن يكون انعدام حيلة لها، او ممكن يكون بطبيعة البطء الذي يتسم به السياسة السعودية عموما وضعف حلفائها الداخليين، فاحتمال يكون مش مقصود، احتمال يكون مقصود، هذا شيء مش واضح حتى الان. لكن الواضح ان السعودية تتعامل مع المسألة كأمر واقع، هي لا تستطيع خسارة شريكها الاماراتي، يبدو انه الشريك الاماراتي اكثر، ممكن نقول اكثر جرأة واكثر سرعة ايضا. فحتى الان اتصور ان السعودية تحاول لملمة الموقف، شرعيتها هذه لا زالت تريد الاحتفاظ بهذه الورقة، فبالتالي نحن لا نتحدث عن تقسيم اليمن حاليا لان السعودية لا تريدها الان في هذه اللحظة. فهذا حل وسط ما بينها وبين الامارات، لكن الواضح انهم الان سيبدا الحديث عن حكومه جديده يتم فيها اقصاء حزب الاصلاح ودمج حزب المؤتمر اللي هو خرج من صنعاء من اليمن بعد مقتل علي عبد الله صالح، هو المجلس الانتقالي ايضا. اتصور ان هذا هو. هل سيدخل المجلس الانتقالي في هذه الحكومه برايك؟ اتصور نعم سيكون داخل في الحكومة، لكن التساؤل هل المجلس الانتقالي سيشترط إدارة محلية كاملة بالمناطق الجنوب وبالتحديد عدن، أم سيدخل في الحكومة كوزراء وكشركاء فقط في الحكومة؟ ما هي نوعية الشراكة وما هي طبيعة تطلعاتهم السياسية والإدارية للجنوب؟ هذه مسألة أيضا محل يعني غير معروفة حتى الآن، لكن المؤكد حتى الآن أنه مثلاً أن اللي حدث أنهم انسحبوا من قصر المعاشيق، لكن الانسحاب أدى دخول قوات حماية رئاسية، قوات سعودية حماية رئاسية بلا سلاح، هذا معناه أن الحكومة بلا سلاح داخل عدن، هي موجودة تحت رغبة المجلس الانتقالي، إذا رغب أنها تظل موجودة فهي موجودة، ورغبتها هذه مرهونة بحليفها الإقليمي الإمارات. طيب لكن ما هي الرسائل التي ستعطيها مسألة إشراك أطراف من المجلس الانتقالي في حكومة بعد انقلاب أو بعد تمرد مسلح على هذه على الحكومة وعلى الرسالة، وهناك في المقابل انقلاب أو كما يروج له وكما تقول الحكومة أنه انقلاب من الحوثيين يتم مواجهته بالسلاح وبتحالف عربي كبير، يعني هناك تناقض يعني ستضع الحكومة والتحالف نفسها فيه، أليس كذلك؟ بالأكيد عموما الحكومة انتهت، لنكون واضحين، الشرعية صارت مجرد غطاء، مجرد غطاء لشرعنة انقلابات متتالية. هذا مشابه من اي اتفاق مع المجلس الانتقالي الان سيكون مشابه لما حدث مع الحوثيين في اتفاقيه السلم والشراكه، مع فارق انه في اتفاقيه السلم والشراكه كانت الحكومه لديها خيارات اخرى مثل رفض التوقيع، مثل انها تداوم، كان لا زال هناك جزء من الجيش، كان في امكانيه لتحريك وحدات عسكريه، لتحريك قوى شعبيه للمقاومه داخل صنعاء، لكن الحكومه اثرت انها تدخل في اتفاقيه كان واضح انها سوف تسقط هيبه الدوله، انها ستنتهي بطبيعه الحال، وزي ما قضى عليها الحوثي كما انقضى على من قبلها، لانه ببساطه وصل لما وصله بالسلاح، فلا شيء يدعوه للانحراف العمليه السياسيه. اما الحاله مختلفه مع المجلس الانتقالي، الحكومه ليس يدها اي حيله اخرى. الحكومه لم يعد لديها اي قوه مسلحه داخل الجنوب او داخل عدن تحديدا. لديها قوى مسلحة الآن في وادي حضرموت، حضرموت الوادي في الشبوة في بعض المناطق في الجنوب، وأتصور أن المجلس الانتقالي سوف يفعل تجويضها أيضا، لكن في عدن لم يعد للحكومة أي وجود، لا وجود شعبي، لا وجود عسكري، لا وجود سياسي، فهي ليست لديها أي قدرة على المناورة أو الرفض. طيب في هذا السياق سيدة ميساء، الحكومة انتهت.
من المتوقع أن يكون في الغد إحاطة، أن تكون هناك إحاطة لمارتن جريفيث المبعوث الأممي إلى اليمن. كيف ستكون مسألة التطورات الأخيرة حاضرة برأيك بمنظورك؟ أطول مارتن جريفيث لا يهم كثيرا ما يحدث الآن في عبا، وأتصور أنه الإحاطة لا ستكون بمعنى أنه حدث تطورات خطيرة في عدن، لكن تم مملكها وأنه سوف يتم مملكها بالحوار بين الطرفين. هو لا يعني كثيرا مسألة الشرعية، وهذا واضح منذ بداية مهمته. هو يتحدث عن أطراف نزاع، المسألة الشرعية خلاص انتهت، يعني تجاوزتها الأمم المتحدة، تجاوزت المرحلة اللي كان فيها حديث عن الشرعية وعن الحديث عن الشرعية المرجعية في اليمن في الحل السياسي باليمن. الآن الحديث صار عن أطراف النزاع وعن حلول بين أطراف النزاع. فالآن الأطراف النزاع هي القوى المسلحة الموجودة على الأرض والتي لها حضور على الأرض. لدينا ثلاث قوى أساسية، لدينا الحوثيين في الشمال، ولدينا الحوثيين في الانتقالي في الجنوب، ولدينا ما تبقى من حزب الإصلاح في معرض تحديد المركزة. فيما عدا ذلك لم يعد هناك أطراف أخرى. شكرا لك سيدة ميساء. شكرا لك إذن سيدة ميساء شجاع الدين، الكاتبة والباحثة السياسية، كنت معنا عبر الهاتف من المنامة. بالعودة إليك أستاذ ياسين، في سياق يعني بمراجعة سريعة الآن ذهنية قمت بها، تذكرت أن كان هناك خلال الأيام الأخيرة عدد من المواقف التي أعلنتها الحكومة فيما يتعلق بتسريبات من مصادر مقربة من البنك المركزي بوقف العمل في البنك المركزي، ومن ثم أيضا إعلان عدد من الوزارات لتوقف أعمالها وتوقف عدد من المصالح في عدن والمحافظات التي تخضع لسلطة المتمردين. هل ستستمر هذه الجهود أم أن الحكومة غير قادرة على المضي بها؟ طبعا خطورة الموقف هو يعني أنت عليك أن تتصور أن حكومة تلجأ لأساليب الاحتجاجات المدنية، الإضراب، الامتناع عن العمل. هذه تحدث في أمريكا، تحدث مثلا يعني الحكومة توقفت في أمريكا لفترة طويلة من الزمن وكان هناك أمام الكونغرس. نعم، أمام الكونغرس، يعني مؤسسة تنفيذية أمام السلطة التنفيذية، أمام السلطة التشريعية، سلطتان متكافئتان لديهما تفسير حول كيفية إدارة الولايات المتحدة الأمريكية. لكن الحكومة تلجأ إلى هذه الأساليب في محاولة لمنع ضرر كبير يقع عليها من طرف مهيمن وقوي جدا وفوق الاحتمال. يعني دعنا بالبداية نفهم ما الذي سيعنيه ذلك. سيعنيه أنه المؤسسات والمرافق ستصاب بالشلل، وأنا أعتقد أنه هذا يجري ضمن الهامش، بمعنى أنه السعودية تسمح للسلطة الشرعية في أنها تتخذ هذه التدابير، في المقابل تمارس ضغط على الانقلابي، على الانتقال الانقلابي للقبول بمطالب السعودية، انسحاب شكلي من المرافق. طبعا المجلس الانتقالي هو لا يرغب في الانسحاب من هذه المرافق لأنه وطن نفسه على سيطرة كاملة، لكن قد يضطر في نهاية المطاف للانسحاب من المرافق كي تستمر الخدمات تقدم للمواطنين، ليس لأنه عاجز عن ذلك، وإنما لأنه غير معترف به دوليا، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالبنك المركزي والتعاملات الخارجية، أيضا التصرف بالوديعة السعودية. السعودية لا يمكن أن تضع الوديعة في حوزة طرف غير شرعي، وبالتالي فهي ترتكب مخالفة وتمارس نوع من الاستعمار والاحتلال المباشر لهذه الدولة. ستكون مضطرة للتعاطي مع الحكومة الشرعية في مسألة تصريف هذه الوديعة التي هي ضرورية في مواجهة الاحتياجات المعيشية للناس وتأمين الواردات، تأمين الشعب، حاجات الشعب اليمني من الواردات. لهذه تحديدا لهذا الأمر فقط سيدفع التحالف بالسلطة الشرعية لكي تؤدي دور السكرتارية لهذا المجلس الانتقالي. إلى أي مدى السعودية تحتاج الإمارات في هذا التحالف وتحتاجها في أمور أخرى ربما، لدرجة أنها تكبل الحكومة الشرعية؟ ومن قال أن السعودية في حالة خصام مع، يجب أن نتجاوز هذه النقطة. المملكة العربية السعودية تستخدم الإمارات وتتبادل معها الأدوار ويتبادلان الخدمات، ومتفقان تماما على مسألة تفكيك الدولة اليمنية وإضعافها.
بغض النظر عن النتائج، إذا كان هناك خلاف بين السعودية والإمارات سيكون خلاف حول المكاسب المتحققة في نهاية المطاف، وهذا أمر وارد، لكن هما متفقتان على ما يجري اليوم، ولهذا تصرف الإمارات العربية المتحدة يتم برضا تام من جانب المملكة العربية السعودية التي تتطابق أهدافها الاستراتيجية فيما يتصل بتفكيك الدولة اليمنية تماما مع الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتالي يجب أن نتجاوز هذه النقطة ونكف عن الحديث عن صراع إماراتي سعودي. ليس هناك صراع إماراتي سعودي، هناك توافق إماراتي سعودي فيما يتعلق بإلحاق الأذى بالدولة اليمنية، وعلينا أن نتصرف كسلطة شرعية كمراقبين سياسيين على هذا الأساس، وإلا فنحن نتوه الشعب اليمني وندفع به إلى حالة تشويش غير مطلوبة في هذه المرحلة. نحن بحاجة إلى فوكسة، إلى تركيز حقيقي على المخاطر التي تأتي من جانب المملكة العربية السعودية والإمارات على هذه الدولة وعلى مستقبلها وعلى حاضر ومستقبل الشعب اليمني. لا نريد ولا يمكن أن نقبل بأي طرف يحاول أن يفرض خياراته السياسية بالقوة بقوة السلاح. هذا الأمر ينطبق على الحوثيين مثل ما ينطبق على الانفصاليين، وينطبق على أي طرف آخر يحاول أن يفرض خياراته السياسية على الشعب اليمني بقوة السلاح. ما نريده هو أن نحقق التحالف تعهداته بخصوص الانتصار للدولة. إذا لم يفعل ذلك خلال الأيام المقبلة فالشعب اليمني ينبغي أن يكون مستعد لمواجهة شاملة مع هذا التحالف والتعاطي معه كعدو حقيقي أكثر خطورة حتى من الذين يستهدفون الدولة والنظام الجمهوري، وأعني بهم الانقلابيين الحوثيين والانقلابيين الانفصاليين. أشكرك أستاذ ياسين التميمي المحلل السياسي، كنت معنا في حلقة اليوم من المساء اليمني. شكرا جزيلا لك. الشكر لكم موصول مشاهدينا الكرام على حسن الاستماع والإنصات. في نهاية الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري. إلى اللقاء.